الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في الروشتة 13 لينا، روشتة للديدان في الأطفال. إن شاء الله بإذن الله الروشتة ديت بنستخدم فيها الفلوفيرمال الشراب، وهو 5 مللي كل 12 ساعة لمدة 3 أيام، تكرر الجرعة بعد أسبوعين ثم بعد شهر، أو فلوفيرمال أو فيرموان شراب 5 مللي جرعة واحدة، تكرر الجرعة بعد أسبوعين ثم بعد شهر. الملاحظات بقى بتاعتنا: عند علاج أحد أفراد العائلة يجب إعطاء جرعة وقائية لباقي أفراد العائلة لتجنب العدوى التلقائية من المصاب للآخرين، ثم بعد ذلك العكس، أي المصابون الجدد ينقلون العدوى للمريض الذي يتم علاجه. تؤثر الأدوية على الديدان النشطة، بينما الديدان في مرحلة البويضة لا تتأثر بمضادات الديدان، لذلك يجب تكرار الجرعة بعد أسبوعين ثم بعد 4 أسابيع للتأكد من قتل جميع البويضات التي تحولت إلى ديدان لاحقا بعد الجرعة الأولى. طبعا ده بعد ما بنعمل تحليل بتاعنا بنعرف إن في ديدان، أدوية الديدان التي تسبب تشوهات للجنين، لذلك تسبب تشوهات للجنين، لذلك يجب الحذر استعمالها أثناء الحمل. الأدوية في الجدول التالي تقضي على معظم أنواع الديدان المعروفة، مثل الديدان الخيطية والدبوسية والإسكارس إلى آخر، ويجب تكرار الجرعة بعد أسبوعين، زي ألزنتال 100 وألزنتال 200 وبندكس 200 وبندكس 100 وفي فيرمازول، طبعا في منه أقراص 200 وفيرمازول 200 وفيرمازول 100 وأنسيسلمين وأنتيفير وأنتيفير 100 وميباموكس وفيرموان وفيرمين وفاب وفيوبيا. كل ده فولوفير، أي برشام من دوت كله بيمشي مع جميع أنواع الديدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.